أعود مرة أخرى مشاهدينا الكرام إلى لندن، ومعي من هناك مراسلنا أبو بكر بشير. أبو بكر، هل من جديد؟ الجديد هو تزامن الأحداث، وهذا في حد ذاته حدث كبير. يعني كنا منذ دقائق نتحدث عن تفجير الشرطة البريطانية لطرد في محيط السفارة الأمريكية في لندن. طبعا بما أنه حادث واحد يفترض أنه قد يكون مدبر إرهابي أو قد يكون حادث عرضي، ولكن أن يتزامن ذلك مع الحديث عن إخلاء الجزء الجنوبي من مطار جاتويك، وهو ثاني أكثر المطارات لندن ازدحاما بالمسافرين في ذات اللحظة، في ذات اليوم الذي تستهدف فيه أو يكون هناك تفجير في محيط السفارة الأمريكية، هناك إخلاء للمسافرين والطواقم من القاطع الجنوبي في مطار جاتويك. تزامن الحدثين يعني الكثير. الشرطة الآن فتحت تحقيق بالفعل في الحادثين. مطار جاتويك يقوم بأيضا تحقيق داخلي في، لأن الحديث هو عن حدث أمني، يعني هكذا وصف الوضع في مطار جاتويك، أنه تم إغلاق القاطع الجنوبي منه وإلغاء الرحلات ويعني إخلائه من الركاب ومن الطواقم الطبية، وفتح تحقيق على خلفية حادث أمني في المطار. مرة أخرى المعلومات الحقيقية القطعية شحيحة في الحدثين، لكن مجرد نعم، يعني كما ترون مشاهدينا الكرام، هذا محيط السفارة الأمريكية في العاصمة البريطانية لندن، وحيث قامت الشرطة البريطانية قبل قليل بتفجير نظامي لطرد مشبوه، وأعلنت أن هذا التفجير القوي أو الصوت القوي كان من تفجيرها هي المتعمد. أعود إلى مراسلنا هناك مرة أخرى أبو بكر بشير. أبو بكر، فلنستأنف الحديث. كنت أقول أن ربط الحدثين معا وتزامنهما، الحدث في محيط السفارة الأمريكية في لندن وذهاب الشرطة إلى خيار التفجير، يعني هي استثنت كل الخيارات الأخرى كمحاولة السيطرة على الطرد أو يعني مصادرته أو أيا كان، واختارت خيار تفجيره. ثم يتزامن ذلك مع حديث عن حدث أمني في مطار جاتويك أيضا في لندن في ذات الساعات وإخلاء المطار. هناك إشارات متصاعدة على أن الحدثين مرتبطين، وهناك شيء ما يدور في الأفق ربما، لكن لا أدلة شرطية حتى الآن، لا شواهد ثابتة، لكن يعني ربط الأمور، لكن هناك حالة من الذعر أو الخوف أو الارتباك. بكل تأكيد مجرد أن جاء الحدث الثاني هذا يرفع مستوى القلق والخوف إلى مستويات قياسية، لأن الحديث الآن إذا صحة الروايتين، وعلى الأقل نحن نعلم أنهما صحيحتين من حيث أنهما حدثا، إذا صح الربط بينهما فنحن أمام يعني أعراض كبيرة لهجوم مدبر وليس لحادث عرضي هنا أو هناك. الشواهد تقول أننا أمام هجوم مدبر، لكن دعنا لا نستبق الأحداث، فالوضع يعني خطير وحساس. أبو بكر، يعني قبل أيام نقلت لنا الاعتراضات التي كانت موجودة أمام السفارة الأمريكية في لندن بعد الإعلان عن فوز ترامب. صحيح، هناك حالة من الشحن الشعبي، هناك حالة من الغضب ممتدة على مدار عام كامل بالحد الأدنى منذ يعني البداية إسرائيل حربها في قطاع غزة، وهناك مسيرات في الشارع وحالة من الاشتباك بين جميع الأطراف، وبالتالي هناك من يتربص للحكومة أو من غاضب بمعنى أصح من الحكومة البريطانية وأجهزة الشرطة، وهناك أيضا الحرب الروسية، وأخيرا قيام أوكرانيا باستخدام صواريخ بريطانية داخل العمق الروسي وتحذير روسيا بأنها سوف تقوم بالرد. يعني بالنسبة للشرطة وبالنسبة للمتابعين هناك عدة احتمالات، هناك غاضبون كثيرون من الحكومة البريطانية وسياساتها والأجهزة الأمنية في المستوى الداخلي والخارجي، وهذا يعني يوسع قائمة المتهمين المحتملين ويعزز فرضية أن هناك شخص ما أو جهة ما حاول استهداف بريطانيا. وربط السفارة الأمريكية بالمسألة يعني يضيق نوعا ما حدوء يعني قائمة المتهمين، إذا صحت الرواية بأن شخص ما مستاء من واشنطن ومن لندن وقرر مهاجمة شخص أو منظمة يعني أو جهة تبدو الآن منطقية، شخص أو منظمة أو جهة أو دولة
لكن الآن تبدو هذه الفرضيات منطقية أكثر من قبل ساعة مثلا، عندما كان الحديث فقط عن حادث تفجير لطرد المشبوه في محيط السفارة الأمريكية في لندن. يعني هذا كان يقبل عدة تأويلات من ضمنها أنه يعني خطأ تقديري، خطأ إجرائي، شيء عرضي، لكن في وجود حادث مطار جاتويك أيضا الآن يعني الأدلة تذهب أكثر. يعني هل يمكن أن تكون هناك مبالغة في تعامل الشرطة؟ هل يمكن أن تكون هناك مبالغة في تعامل الشرطة؟ يعني مرة أخرى حتى الآن يعني قد تكون هناك مبالغة في تعامل الشرطة لو كنا نتحدث عن حدث واحد وهو حدث السفارة، حيث الشرطة يعني تدخلت بشكل مباشر وذهبت إلى خيار التفجير دون أي خيارات أخرى. قد يمكننا القول أو يبدو منطقيا أكثر القول وقتها أن الشرطة قد تكون بالغت، ولكن مع تزامن حادثين بذات الصياغة، الصبغة الأمنية في مكانين مختلفين في العاصمة في ذات التوقيت، يبدو أن هناك يعني وراء الأمور ما وراءها، وراء الأكمة ما وراءها، لكن لا يمكننا القفز الآن إلى الاستنتاجات، لكن لدينا شواهد نربطها ببعضها. هناك شيء ما يحدث، الشرطة ليس اعتباطا أن تختار الخيار الأقوى والأصعب وهو تفجير الطرد، يعني لديها خيارات أقل لم تذهب إليها. ثم يأتي هذا الحدث الأمني في جاتويك، ليس هناك تفاصيل حتى الآن لكننا على المتابعة. أعتقد يعني الشواهد تقول أن العملية أكبر من مجرد حادث عرضي هنا وأكيد. أو هناك ربما تكون وأكيد. يعني في الساعات القادمة تفاصيل أكثر. وأكيد وإن الساعات القادمة لناظرها قريب. أشكرك شكرا جزيلا مراسلنا في لندن أبو بكر بشير، شكرا جزيلا لك.